السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنتكلم طبعا النهارده بقى عن رسالة ابن عادل امام، محمد عادل امام. هنشوف بقى هو وجه رسالة لجمهوره قال فيها ايه. وجه الفنان محمد عادل امام رسالة الى جمهوره طالبا فيها بالدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا، وذلك بعد ايام قليلة من وفاة صديقه الفنان الشاب هيثم احمد زكي. تعالوا نشوف الرسالة اللي وجهها لجمهوره قال فيها ايه يا حبايبي. كتب عبر حسابه على انستجرام: طالما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش، طالما بتغيب وبتغلط يبقى لسه بتتعلم، وطالما بتسعى يبقى لسه في امل. اسالكم الدعاء لكل من رحل عن عالمنا. دي طبعا كانت رساله محمد عادل امام لجمهوره. ويذكر ان محمد عادل امام ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد لص بغداد في بدايه العام المقبل 2020، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وامينه خليل، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى. طبعا يا حبيبي تويتر ديت على الانستجرام، تويتر دي على الانستجرام وعلى تويتر برضو. طبعا والله احنا بندعي طبعا أكيد لكل من رحل عن عالمنا، يعني ده الطبيعي، يعني الإنسان بيدعي لأي حد متوفي أو أي حد يعني توفى أو كده، طبيعي إن الواحد يعني بيدعي له، وربنا يا رب يرحم الجميع كده، والله وربنا يرحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب، اللي هم امين. وبتمنى كده يا حبيبي تكون فيديوهاتي بتعجبكم وتنال اعجابكم يا رب. ودي كانت رساله محمد عادل امام، هي زي ما احنا زمان لسه قايلها من شويه، وبصراحه رساله حلوه ومؤثره. يعني اتمنى يا رب كده يا حبيبي يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. ان شاء الله لو في جديد بحاول اقدمه لكم على قناتي على منوعات، وبتمنى يا رب كده ما تنسوناش بقى كده في لايكات كتير وشير وسبسكرايب كده، وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله اقدم لكم كل جديد وكل مفيد على قناتي على منوعات. مع السلامه.